اوكي، بشابتر 2 كنا بلشنا نحكي عن الديفينيشنز، حكينا شويه عن الايكولوجيكال فاكتورز. ناو ان ذيس بارت، ذا سكند بارت اوف شابتر 2، ويل ديسكاس ذا ايكولوجيكال تيرمز. ايكولوجيكال تيرمز ذات ديفرنت تيرمز ذات وي كان يوز ات اور وي يوز ات ان ايكولوجي از ا ساينس. يعني هولي بدون يمرق معنا، في شيء مرق معنا حكينا عنه، في شيء يعني نحن رح نجمعهم كلهم ونحاول نشرحهم. And we have 18 terms as follows. First of all, the population. Population حكينا عنه previously. We said that it is a group of individuals or number of individuals in specific area. يعني في عندي of the same species, يعني individuals of the same species. مش عم بحكي مثلا، بيجي انا بحكي عن الهيومن بينج، عدد سكان لبنان، هذا it is one species اللي هي human being. بيجي بقول مثلا بهيدي الغابة بدي اشوف قديش في عندي elephants، مثلا عم بحكي عن one species. وبحدد كمان بهيدي application او بهيدا التيرم، بس بدي اشتغل فيه انه البوبوليشن، بدي احدد السيرفيس اريا. يعني ما في يقول والله انا بدي البوبوليشن ان جنرال، لا، بدي احدد البوبوليشن ان سبيسيفيك اريا. فاذا البوبوليشن هي عباره عن سبيشيز، نمبر اوف سبيشيز، سايز اوف سبيشيز ان سبيسيفيك بليس. انا عم اقول انه عدد سكان لبنان بعدد سكان لبنان، فحددت لبنان هي السيرفيس اريا. يعني لما بقول انا انه في عندي، اذا عم بحكي عن بلانتس فور اكزامبل، بحدد السيكتور انه بهيدا ال1 متر سكوير مثلا قديش في عندي بوبوليشن ان ذيس اريا. بيطلع عندي اذا هذا متر سكوير بيطلع مثلا عندي 100 individuals اوكي per meter square. فإذا بدي تحدد space the place space، وبدي حدد size number of the same species، نفس النوع بده يكون. هذا بخصوص population. نيجي على community. كمان بالcommunity نحن حكينا previously about the community، وإن الcommunity هي عبارة عن interaction relation between different species. يعني ما بيحكي عن species واحد بالspecific area. لما أقول مثلاً what are or the living organisms in specific area, living organism in this forest, living organisms in this lake. يعني for example عندي هذا بالفيجر اللي قدامنا، هذه lake، بحيرة، pond، wetland، etc. عم شوف أنا لما بدي أدرس الكوميونيتي بدرس what are the living organisms that found in this area. كل ال living organisms. اوكي؟ بعددهم، بشوفهم. ما بتوقفهم. مش بس عددتهم، لما بدي اقول ندرس ال community، اول شيء بدرس ال what are the living organisms that occur in this area. ثاني شيء what is the interaction relation between these organisms. هيك بكون انا عم بدرس ال community. مثلا ال community هو عبارة عن animals and plants populations. كل ال plants and animal populations in specific area. Okay. And the interaction between each other. بالكوميونتي بيدرس وين بالإيكوسيستم. بس الإيكوسيستم هو الأريا، in this ecosystem يعني in this area in given time. ليش هون in given time؟ يعني هون التايم هو مش عم يعمل variation. إذا بنرجع على population، نحن ما حطينا التايم هون، قلنا الانديفيدوال مع السبيس. بس إذا بدي زيد time، بدي اقول per year per month per كذا، يعني عم زيد التايم. وحكينا
صار في عندي dynamic، وهون بسميها dynamic population، انه زادت بهالسنة هالقد. يعني عندي 10 individuals per meter square in per year، هذا زادت هالقد. كانوا والله 100 in previous year، in this year it becomes 110 طبعا per meter square بكون، او in specific area. لما دخل التايم صار في شيء اسمه dynamic، صار في عندي variation increasing decreasing. بالcommunity ما في عندي time لانه عم بدرس interaction relation. interaction relation مش مربوطة بالtime. يعني لما اقول انه هيدا البلانت او هيدا الاورجانيزم بياكل هيدا الاورجانيزم وهيدا الاورجانيزم بياكل هيدا and so on، يعني انا عم شوف شو الفود تشين، هيدا الفود تشين in this area ما الى time scale، ما عندنا specific time duration، دائما هيدا source of food لهيدا وهيدا source of food لهيدا. هذا بخصوص الكوميونيتي. البيوشينوسيس it is an association of different organisms forming a closely integrated community. البيوشينوسيس قريبة للكوميونيتي ولكن الفرق بيناتهم it is an enclosed integrated community. اوكي، فاذا البيوشينوسيس هو عبارة عن ecological community ولكن عنده self-regulating unit، يعني هو عبارة عن unit متكامل لحاله. مثل لما ادرس مثلا بحيرة صغيرة مستنقع pond water wetland، هذا enclosed system. اوكي، هذا enclosed system في عنده طبعا elements، يعني في عنده living organisms وعاملين interaction relation بيناتهم بقلب السيستم، وعامل balancing بقلب السيستم. فاذا الإيكولوجيكال كوميونيتي with self-regulating unit هذا بسميه بيوشينوسيس. نيجي على البيوتوب. البيوتوب هو البليس. اوكي، يعني انا عم اقول انه البيوشينوسيس والكوميونيتي هن living organisms بهيدي الاريا and interact with each other. هيدي الاريا اللي عم بدرسها هي البيوتوب، هي جيوغرافيكال اريا. ان كانت بالمختبر بكون بقلب مثلا هذا الاكواريوم، هذا الاكواريوم البيوتوب، هذا البيوتوب، هذا السبيس. وبس ما بدرس الليفينج اورجانيزم، عم بدرس بس البيوتوب. هون عم بدرس هذا الريفر، بيجي بقول انا البيوتوب هو في الووتر، وفي الليفت بانك والرايت بانك، وفي ليفينج، وفي عندي الروكي بانكس، وعندي ممكن ساندي بانكس، وعندي اتسيتيرا. يعني بحكي عن الجيوغرافيكال اريا، وبيجي بقول هذا الريفر هو جزء مثلا من اللايتاني ريفر، اللايتاني ريفر موجود باللبنانيز تريتوريز اتسيتيرا. كون عم بعمل ديسكريبشن للجيوغرافيكال اريا whatever the size of this area. فاذا البيوتوب ممكن يكون سمول، مثل ما قلت انا انه اللي عم بدرس ايكو سيستم، هذا الايكو سيستم هو عباره عن سبيس وذ ابايوتيك فاكتورز اند ليفينج اورجانيزمز والاند انتراكشن بتوين اول ذيس كومبوننتس، هذا الايكو سيستم. فاذا جزء منه هو البيوتوب، انه البليس اوف ايكو سيستم هو هذا البيوتوب. ممكن يكون صغير، يعني صغير شو؟ لانه نحن اذا عم ندرس قلنا نحن اذا يعني عم ندرس مثلا الهيومن بينج، الهيومن بينج هو عباره عن ايكو سيستم، سمول انتستين عباره عن ايكو سيستم فور سبيسيفيك بكتيريا. كل البليس هو ديسكريبشن اوف ذا بليس هو نوع من البيوتوب او البيوتوب. ممكن يكون فيري سمول، ممكن يكون فيري لارج بليس. طبعا لما بدي ادرس انا البيوتوب بدرس الكومبوننتس لادرو، كمان بدرس اذا في عندي سايكلينج، يعني مثل الووتر سايكل، لانه هذا جزء من البيوتوب بيعمل سايكلينج. اوكي، فاذا ممكن يكون في سايكلينج، في يمكن يكون في كاربون سايكل. فاذا البيوتوب فيه لخصه انه هو this is the
place where biogenosis or the community lives. إن الإيكو سيستم شو هو؟ الإيكو سيستم هو عبارة عن biogenosis وبيوتوب. يعني community وبيوتوب. وبدرس مش بس components، بدرس الانتراكشن بيناتهم. إذن الإيكو سيستم هو living organisms والnon-living structure والانتراكشن بيناتهم. في بقلب البيوشينوسيس interaction بين living organisms وفي cycles of materials بالبيوتوب. فإذن are two inseparable elements that react with one another to produce a more or less stable system called ecosystem. Ecosystem can vary greatly in size, a small pond, a large forest, a wide ocean, etc. بس حدد له space إنه هذا ecosystem. بيجي بقول حددت المساحة هاي هذا البوند أو هيدا الليك هذا الإيكوسيستم اللي عم بدرسه. بدرس أول شيء البيوتوب يعني جيوغرافيكالي البليس وبعدين بدرس شو الليفينج أورجانيزمز أوكي والإنتراكشن بين all these components. شوفوا هذا الإكزامبل. إذا نحن عنا هذه السايكل إنه هون في عندي فود تشين وهذا الفود تشين كمان عم تأثر على شو عم تأثر تعمل ديكومبوزينج كل الماتيريالز كل الدات سبستانسز ديكومبوز انتو ذا سويل والسويل انتراكت ويز ذا سايكلز بايو كيميكال سايكلز وصار في انتراكشن ما بين الليفينج اورجانيزمز والمينرالز والسايكلز يعني بالبليس علاقة البلانت مع السانلايت انه هيدا لايت بيعمل it will affect on the photosynthesis process يعني على الاكتيفيتي اوف ذا بلانت هيدا interaction relation بين النون ليفينج ستراكشر والليفينج اورجانيزم. سينوشيا هي special case of biogenosis يعني هي special place هي بتكون عندها ما بتعمل يعني صار في عندي new condition special condition in the ecosystem وهيدا بيكون it is a place for another biogenosis okay اذا هو special case يعني مش عم بروح انا والله على place 1 كيلومتر لا بيجي بقول انا وماشي بالغابه بلاقي مثلا هيدا جذع الشجره شو عامل هيدا جذع الشجره هو dead organism ولكن عامل place for mosses and algae إذا شايفين. والmosses and algae مع ال wood of the plant كمان صار في mushrooms. هذا نوع إنه ما بين the dead organism structure مع algae مع mushroom هيدي biogenosis ولكن special case نتيجة the presence of dead plant. إذا نشوف هون مثلا هول شو هول الويس أو المانور أوف ذا كاو الزبل طول البار شو صار عندي هيدي أورجانيك سبستانسز ولكن شو عم شوف هون عم شوف مشرومز عم يطلعوا هذا نوع من الليفينج أورجانيزمز فإذا صار في عندي بريزنس أوف بايوشينوسيس سبيشال كيس نتيجة فاكتور معين صار في عندي هيدا البايوشينوسيس اوكي فاذا it is temporary biogenosis يعني هيدا لو شلت هيدا انا المانور او شلت هيدا جزء الشجره بيروح السيستم بيروحوا كل الليفينج اورجانيزمز فهو temporary related to presence of dead organisms or dead animals or saprophytic interaction relation هيدا سينوشيا فاذا هو temporary bio special case biogenosis ليكوفيز نحن بنعرف بكل ليفينج اورجانيزم مثلا الفروغ هي عندها لايف سايكل هيدا اللايف سايكل للفروغ بتكون عندي تادبول بتحول ليانج اورجانيزم لادلت اورجانيزم ترجع بتعطي الايجز بتعمل هاتشينج للايجز تادبولز اتسيتر
طيب والباترفلاي كمان عندها لايف سايكل، بتعطي الاجز، بتعطي الكاتربيلر، بعدين كريساليس اللي بعدين بتتحول لباترفلاي. طيب هذا اللايف سايكل كل جزء منه، كل جزء من اللايف سايكل اوكي عنده افكت، عنده ريليشن وذ ذا ايكو سيستم، يعني هي مش لحالها معزوله. كل فيز من هول بسميها الايكو فيز، فاذا هي بيريود اوف لايف اوف ا ليفينج بينج. طبعا اللي هي كاركترايز باي ريكوايرد نيدز، يعني شو نيدز هي الى بتاخذ تستفيد من الايكو سيستم وبتاثر على الايكو سيستم. يعني في عندي انتر اكشن ريليشن اوف ذيس فيز وذ ذا سراوندينج انفايرمنت. فور اكزامبل كمان انه الفروغ تعمل بالسبرينج، تعمل بالسبرينج تلاي اتس اجز ان سبرينج، فاذا هيدا مربوط عمليه هيدي الفيز وين بالسبرينج بالتايم بالكلايمت اللي هو جزء من الايكو سيستم اتسيتر. فاذا الايكو فيز هي وان فيز باللايف سايكل اوف ليفينج اورجانيزم ذات is interacted with the surrounding environment. الهابيتات، الهابيتات هو نحن بنجي بنقول مثلا for example اذا انتم بتطلعوا على الضياء وبتشوفوا بالمناطق الزراعيه في شيء اسمه الخلد بيمشي تحت الارض وبياكل النبات من تحت الارض. طيب الخلد وين بيعيش؟ underground with specific holes specific tunnels it can make its pathway under the ground. يعيش فوق الارض؟ لا under the ground، يعني هونيك بيعيش، بده هيدي الكاركترستكس والبروبرتيز والكونديشنز تو ليف. بده يكون في عندي سويل، يعني زي عندي انا روكي اريا ما في يعيش بالرا، بده ساندي ساند ساندز سويل، بدها تكون ويت سويل، دراي سويل ما بتخلي يشتغل مثل ما بده بفعل. وبده بريزنس اوف، يعني بده بريزنس اوف ووتر، بريزنس اوف فود. يعني اذا انا بدي روح ابرم على الخلد بدي ادور على هيدي الكاركترستكس، بدي ادور على هيدي التريس اللي بيعملهم فوت لشوف دور عليه، هيدا الادرس تعوله وهيدا الهابيتات تعوله. فاذا address or the place where this organism can live, this is the habitat and also it is the natural address for this living organism. Okay, فإذا عم بحكي عن address for population، يعني الخلود بيعيشوا بهون. فإذا it is an area in which a population or particular animal or plant can live. وعادة الهابيتات ممكن يكون specific انه برات هيدي النقطة ما بيعيش، ومرات لا بيكون wider، بيكون هو complex of different places. مثل الفروغ، الفروغ بتعيش بالماء وبتعيش on land، فالهابيتات هو اللي أنا amphibian. بينما إذا بدي أقول أنا مثلا الفش، فش بس بالماء، الكورال ريف اللي عم نشوفه هون بس بالسولت ووتر، بس بالأوشن، بده يكون على depth very shallow water، يعني ما تتجاوز 20 meters in different degrees، ما تتجاوز 24 degrees Celsius. عندي characteristics، هذا الادرس، هذا الهابيتات. طيب شو بيأمن الهابيتات؟ أنت بيكون هابيتات للليفينج أورجانيزم لما في، لازم يأمن ثلاث شغلات، لازم يأمن الفود، الشالتر، والplace of spawning. يعني لازم بالهابيتات ليكون هابيتات للليفينج اورجانيزم انه اول شيء عم بيأمن له اكل، في اكل، فيش اكل بفعل بعش هابيتات، shelter from predators، يعني اذا ما في هو ما بيحميه كمان بفعل ما بيقعد في هابيتات، وانه عنده الابيليتي تو ميك ريبرودكشن تو ريبروديوس.
لانه اذا ما بيعمل سبونينج بده يروح يعمل سبونينج محل ثاني معش هابيتات. ايه في ليفينج اورجانيزم عندهم سبيسيفيك هابيتات فور سبونينج، كل اللايف سايكل بيعيشوا بانذر هابيتات. انه بس بدهم يعملوا ريبروديوسينج بروح مثلا سلمون، سمك السلمون بيعمل سبونينج بس على بالنهر، بيروح على النهر بالفريش ووتر كل حياته بالمحيط وبالبحر، بس بده يعمل سبونينج it goes toward the fresh water. Present, this is the habitat. النيش هو أوسع من الهابيتات. النيش هو نوع من الرول effect function of living organisms okay in specific area in his habitat or in where it live. فإذا ecological niche هي عبارة عن ecological characteristics of species. يعني الهابيتات واحدة منهم الفود البريدنج etc. relationship with other species. فإذا هي عبارة عن ecological characteristics of species. It is the place of life of an individual or a species where all its requirements are satisfied. It also includes, يعني غير انه هي الهابيتات منزيد عليها الرول هي الفانكشن of this individual in this habitat. فبس بدي اقول النيش قول مثلا بيجي بقول هاي الشجرة هي الهابيت for all these birds. ولكن هذا البرد هذا سبيشيز بياخد من هون هذا بياخد من هون وهذا بياخد من هون. نتيجة عشان ما يصير في كومبيتيشن موزعين عندي التري. فإذا هون شو عم بدخل عم حددت البليس حددت انه هذا الاورجانيزمز ذيس اورجانيزمز عم يعملوا مثل انتراكشن ريليشن نتيجة الكومبيتيشن. صار كل اورجانيزم تيك ذا فود فروم ديفرنت بليس يعني عم بعمل description للplace وعم بعمل description للfunction. نفس الشيء هون بتلاحظوا هولي different birds عندهم إذا بدي أحكي عن هذا الهابيتات لهم ولكن الإفكت هذا هون بيركز لأنه هذا ما في يوصل لأنه ما في عنده long neck ما بيوصل على الفود الموجود هون وبيضلوا هون بهذا المنطق. لذلك هون في عندي الكاركترستيكس للأورجانيزم عم تدخل بالدسكشن، البليس عم يدخل بالدسكشن والفانكشن الإفكت. فإذا all these together we call it the niche ecological niche. دكتور ما فهمت شو الفانكشن يعني هون كتعيدة احنا لما نقول انه في عندي هيدا الاورجانيزمز موزعين بهذا الشكل نتيجه شو نتيجه النك هذا عنده الابيليتي ليشتغل ياكل هون بس هو في ياكل هون وفي ياكل هون وفي ياكل هون وفي ياكل هون بس لانه ما يصير في عندي كومبيتيشن بقوم بيوقف هون بصير ياكل هذا شو بيكون هذا كل المنطقه هي عباره عن هابيتات بس الافكت لهذا الاورجانيزم هون عم تصير باي منطقه بهذا المنطقة. هذا الدسكشن إنه الإفكت of this organism in this place why it can eat here and to prevent competition with other organisms in the same place. هذا الدسكشن عم بحكي عن الإفكت عم بحكي عن reason عم بحكي عن place هذه كلها عبارة عن niche هذه الفانكشن. هاي بسميها ecological niche. Territory هي place, space where animal lives or occupied by animals or family of animals. يعني بقول مثلا هون حتى هيدا المي في عندي إذا بدي أقول هيدا territory للزيبرا لأنه هون مجمعين حول المي وبعدين هيدا territory لل مثلا تايجر انه بيعيش بهيدا المنطقه ما بيخلي حدا يقرب عليه هيدا محل
هي territory for the tiger. وعادة هيدا يستعمل for plant for animals not for plants. لأنه الانيمالز هن بيعملوا protection for their territories. البلانت ما بتعمل protection. لازم territory هي عبارة عن place عن space. Where a specific animal occupied it and protected by the territory. Ecotone. Ecotone هو عبارة عن interaction transition zone between two natural environments. بيجي هون مثلا. عندي هون الأكواتيك ecosystem. وعندي الland ecosystem. بالبيناتهم محل ما بتتحرك الماء. يعني على البانكس. هذا يعتبر إيكوتون. أو إذا نحن عم ندرس الإسشيري. الإسشيري عندي هذا النهر نازل. أوكي. بيوصل على البحر. في الإسشيري اللي هو المنطقة البيناتهم. المصب. اللي هو الماء تعول براكش ووتر. ما بين السولت ووتر والفريش ووتر. هذا نوع من الإيكوتون. إذا الإيكوتون هو عبارة عن intersection area. Or intersection ecosystem between two different ecosystems. هذا نسميه الإيكوتون. الإيكوتوب. الإيكوتوب هو لما يكون في عندي large ecosystem بقسمه ل small ecotops. اوكي يعني بقول مثلا نهر اللايطاني نهر اللايطاني في محل في سبرينج هذا ايكوتوب في محل في بوند مثل مستنقع عميق مثلا هذا ايكوتوب في عندنا رانينج ووتر ايكوتوب في عندنا محل في عند الاستشري ايكوتوب فالايكوتوب هو عباره عن سب ديفيجن فور لارج ايكوسيستم اوكي اما الستيشن بيجي انا بقول بدي ادرس نهر اللايطان هذا نهر اللايطان من نبع العلاق بالبقاع على بحيرة لرون يعني على النورثن بارت اوف او نورثن لايطاني ريفر جزء الشمال طيب انا بدي ادرسه طبعا مع التريبيتوري تستعوله الغزيل وعند البردوني هول التريبيتوري لللايطاني ريفر بيجي انا بقول مثلا انه انا بدي ادرسه كيف بدي ادرسه بدي اعمل مونيتورينج ولا بحط هون بعمل باخذ بدي اخذ عينات مثلا باخذ من هون عينه حد حد السبرينج حد النبع مثلا على مدخل التريبيتوري باخذ عينه على مدخل انذر تريبيتوري باخذ عينه وبيجي يصير كل شهر انا باخذ عينات من نفس المحل وبدرس المي بنفس المحل فبعتبر هيدي شو ستيشن وهيدي ستيشن وهيدي ستيشن وبحط ستيشنز in different areas in the studied areas okay to define or to monitoring or to study the this area to collect the data وعادة الستيشن بنقوها in where the there's a variation or factor, new factor, act on the ecosystem. يعني طبعا على النبع هو أهم factor, هو source. بس هيدا المنطقة ما في أي تغير, ما بحط station. بس بحط مثلا هون الرياء ضايعة حد النهر, بلش في ضايعة, بحط station حد. إذا عادة بختار station according to the factors that occur in the ecosystem. فإذا station هي عبارة عن well-defined geographical location in biotope. وعادة كيف يعني well-defined؟ يعني بيجي أنا لما بدول أنه أنا اخترت هذا station 1, station 2, 3, 4, بيجي هون أنه بالstation 1 بدي حددها الX والY على GPS. حدد بالضبط 100% وين موقع هذه النقطة. هذا الوال ديفاين جيوغرافيكال لوكيشن وبصورها وبحدد بعمل ديسكريبشن لها لان هاي الستيشن
اوكي طيب نجي على الايكو تايب. الايكو تايب هو مربوط، عم نحكي عن تايب يعني هولي له علاقه بالميوتيشن بالجينيتكس جينيتيكالي ادابتيشن اوف ليفينج اورجانيزم. شوفوا مثلا هذا النوع من البلانتس، اوكي هذا النوع من البلانتس هو السيم بلانت ولكن بقلب المي بصير هاد شكله، بقلب على البانكس بصير هاد شكله، اون لاند بهيك شكل بتغير. فاذا شو اللي عم يتغير؟ عم يتغير الستراكشر وعم يتغير الفيزيولوجيكال تشينجز. هيدي نتيجه شو؟ نتيجه الجينيتيكالي ادابتيشن. لما صار في عندي for long period of time that it will under the effect of adaptation it will change the genetical characteristics of this living organism. يتغير. فإذا الإيكوتوب هو بصير في عنا عند ال living organism X for example عند ecological factor. هذا الايكولوجيكال فاكتور بده يعمل ادابتيشن، هذا الاكس يعني بده يصير ادابتد. بعد فتره من الزمن مع الفاكتور بعده الفاكتور موجود بيتغير الجينوم، بصير الاكس with new genetical characteristics. هذا النوع بنسميه الايكوتوب. ليش؟ لانه تغير نتيجه شو؟ نتيجه الانفايرومنتال كونديشنز. شوفوا هذا البيسون، البيسون في عنا هو نفس السبيشيز ولكن بتشوفوا صار في عنا سم تشينجينجز ان كان بالكالر بالفير بالنك بالتسيتر، في تغيرات يعني. يعني شوفوا كم هذا النمبر 1 2 3 4 5 changings. هذه نتيجة شو؟ نتيجة الـ environmental condition وصار في عندنا هذه الـ changing. هذا بنسميه ايكوتوب. sorry ايكوتايب. ايكوتايب. ecological succession. structure of bio logical community involves over time. يعني نحن مثلا نجي منقول او في منطقة مش مزروعة ما فيها شيء بور، بيجي واحد بيستصلح الارض بيزبطها وبيزرع شجر وهذه الشجرة بتصير مثل الغابة، يعني غير الايكو سيستم. هذا بنسميه ecological succession. ecological succession هو عملية development in the ecosystem or in the community over time. فإذن هو biological، هو عبارة عن biological community development or changing over time. في نوعين من succession، ecological succession. في primary و secondary. primary يعني ببلش من الزيرو، بيكون ما في شيء أبدا، يعني مثل rocks أو deserts. وبعدين بصير في عنا presence of lichens، بعدين mosses، بعدين plants. هذا النوع بنسميه primary succession، نبلش من الصفر. secondary لا، بيكون في عندي living organisms، بيكون في عندي small plants، ولكن هون بصير في development نتيجة environmental factors. طبعا هون نحن عم نعمل نشغل في شيء اسمه natural succession مثل examples اللي قدامنا، أو بيكون artificial للهيومن بينج بيتدخل ليغيرها. natural عادة مثلا إنه هون نحنا كان في rocks، نتيجة والله صار في عنا precipitation مي كتير، صار في عنا lichens، بعدين صار في عنا formation للالجي وتطورت الأمور. فإذن هيدا natural primary succession. وهون نفس الشيء إنه without any human impact نعتبر هيدا natural succession. اللي هو biological community development over time. شو هو الكلايمكس؟ هو نتيجة لما يصير في عندك succession مثلا بيوصل للماكسيموم
خلص ما عاش يتغير هذا الايكو سيستم، صار عنده saturated with all types of living organisms، وصل على الماكسيموم. الماكسيموم هو الكلايمكس، هو الفاينل ستيج، الفاينل ستيج and the ideal equilibrium state reaching the biogenosis in giving area. انه نحن عم انه خلص انه عم تطلع الغابة، عم يطلع شجر، يطلع شجر، ما عاش في محل، خلصت saturated. هذا الماكسيموم amounts of the trees that may occur in this ecosystem. شو بصير؟ وصل الماكسيموم، وصل على الكلايمكس. اوكي، فاذا هو الماكسيموم between two extremes, the desert and the climax. بيجي انا ببلش من الديزرت، بوصل على الماكسيموم هو الكلايمكس. الكلايمكس هذا بيستعملوه بالايكونومي انه هو كمان الماكسيموم بوينت، انه عادة في رايزنج اكشن وفولينج اكشن بيناتهم الماكسيموم هي الكلايمكس. هون الكلايمكس هو الماكسيموم، معناتها يا بيضل هيك او شو بده يرجع ينزل نتيجة ايكولوجيكال فاكتور، يعني بصير حريق مثلا بيروح، بصير في كومبيتيشن بيروح، بصير مرض بيروح، بس هو ده الماكسيموم. ممكن يصير ديكريزنج بعد منه، هذا الكلايمكس. الايكولوجيكال بايوم قلنا لكم المرة الماضية انه الارث، الكرة الارضية كلها، اوكي، الكرة الارضية عبارة عن بارتس، اوكي، قلنا هذه البارتس مجزأة على لارج ايكوسيستمز سميناها البايومز. هذا الايكوسيستم من اللي بيحدده؟ بيحدده الكلايمت، يعني انه هاي المنطقة الديزرت اللي هي منطقة صحراوية، هذا البايوم هو الصحراء، هي بايوم with specific temperature, specific precipitation. يعني الكلايمت مش كل عناصر الكلايمت بتحددها، بس temperature, precipitation. Precipitation يعني amounts of rainfall، مية الشتاء. فإذا كل البيومز in the global system in our planet devised or classified into different types according to the temperature and precipitation in this area. يعني بقول مثلا هيدي المنطقة بكون عندهم same amount somehow of temperature and precipitation. هولد another بكون عندهم same amount of temperature. بيجي هون بيتقسم. How the different biomes that found on global system. Okay. عندي التاندرا، بكرة كنت اخدوهم chapter 4 chapter 5. التاندرا هيدي نوع من الايكوسيستم، بتلاحظوا درجة الحرارة عندها ما بين ناقص 10 وصفر، والانوال precipitation كمية الامطار هي ما بتتجاوز ال 100 متر بير او سنتيمتر بير يير، 100 سنتيمتر يعني 1 متر بير يير. اوكي، طيب شوفوا مثلا نحن بنجي على لبنان. لبنان هو درجة ما بين العشرة والمثلا 30، وهلا تغيرت هي بين العشرة والثلاثين اجمالا، والماي عنده تقريبا 800 سنتيمتر، يعني سوري 800 مليمتر، يعني تقريبا بيوصل لل 100 سنتيمتر، هي 840 مليمتر 84 تقريبا 100. يعني تقريبا نحن بهيدي اذا بدي اطلع هون واطلع بهيدي، يعني بيطلع تقريبا عندنا شرابلاند، نحن بهون بهيدي المنطقه، منطقه لبنان او الحوض الشرقي للبحر المتوسط. فإذا البيومز هن large ecosystems in the global system or the biosphere divides into number of biomes. These biomes are classified or it will be divided according to climate conditions لهن temperature or precipitation. How the biomes موزعين on the on our planet. بتلاحظوا مثلا الهول المنطقة لحال، هول عندهم temperature
precipitation مختلفة، هاي التاندرا. اوكي قلنا شفنا درجة حرارتها كتير متدنية تحت العشرة ماينس تان، هيدي another area وهيدي another area. هي نحن في ديزرت الأصفر اللي هو grassland أو shrublands موجود واصل على لبنان. فإذا هو مناطق صحراوية مشتركة عندهم same percentage of precipitation and temperature. البيوسفير كل البيومز together will form the biosphere. البيوسفير عادة البيوم البيوسفير عادة أو الجلوبال سيستم أو our planet بتجزأ لثلاث أجزاء. عنده الليثوسفير اللي هو اللاند الكونتيننت، وعند الهيدروسفير هو الووتر، وعند الأتموسفير اللي هو الغازيس لير. ثلاثتهم مع بعضهم بشكلوا للإيكوسفير أو البيوسفير أوكي أو الجلوبال سيستم. فإذا البيوسفير في عندي كل هول components: land مع living organisms اللي بقلبه، the aquatic environment مع living organism مع الاتموسفير. واضح؟ هذا بنسميه البيوسفير، بنسميه global system، بنسميه planet etc. نرجع على biodiversity. مرة معنا عم تمرق معنا كتير البيودايفرسيتي. شو معناتها البيودايفرسيتي؟ هي الـ variability of living organisms. عادة كل ما كانت البيودايفرسيتي هاي كل ما كان الـ condition is good، يعني الـ condition بالإيكوسيستم. يعني الـ ecosystem diversity هو more diversity more healthy for living organisms. كل ما كانت diversity قليلة كل ما كان living organism biodiversity قليل كل ما كان healthy of the ecosystem أقل. عشان هيك دائما بيدرسوا scientists biodiversity. ليش biodiversity أو variability of living organisms is good for ecosystem؟ شوفوا هون بالجراف كل ما زادت biodiversity بصور الفانكشن ecosystem بيزيد. يعني شو الفانكشن؟ يعني الفانكشن بقول أنا الفود تشين كل ما زادت the biodiversity بتزيد الفود تشين. يعني الفود تشين لعشرة organisms غير الفود تشين لميت organism. لما يزيد the biodiversity بتزيد الفود تشين، بيزيد الفانكشن، بيزيد transmission of energy. ما كنا عم نسمع. نعم؟ ما بعرف إذا بس عندي بس راح صوت لشوان منوت. في حدا مش عم يسمع بعد؟ هذا رجع الصوت أنا يعني؟ أنا عندي. رجع الصوت موجود. أوكي. وإذن biodiversity لما تزيد معناتها food chain بدها تزيد، transmission of energy بدها تزيد، function بتزيد. كل ما الديفرسيتي بتقل الفود تشين بتقل الترانسميشن اوف انرجي بتقل الفانكشن، وكل ما زاد الفانكشن كل ما كان فور مور هيلثي اورجانيزم مور هيلثي ايكوسيستم. فاذا وي كان نوت ذات بايو دايفرسيتي هاف 3 ليفل سكيلز. عندنا جينيتك دايفرسيتي اللي هي بايو دايفرسيتي ذا جينيتك كاركترستكس، سبيشيز دايفرسيتي، وفي عندنا الايكوسيستم دايفرسيتي. يعني الدايفرسيتي بتبلش عندنا البايو دايفرسيتي عندها على الجينيتك ليفل، على سبيشيز ليفل، على الايكوسيستم ليفلز. اوكي هذا بخصوص البايو دايفرسيتي. طبعا بالبايو دايفرسيتي في شيء بنسميه سبيشيز ريتشنس، وفي عندنا سبيشيز ايفنس. الديفرنت and a community يعني the function of both the number and different species in a community with species richness. يعني كيف هيدا species بيأثر على function of other species، هذا بسميه species richness. كيف بيأثر على other species والabundance لل living organism إنه هول كتار أو هول قلال، يعني بحكي عن species evenness. okay. مهم البيو دايفرسيتي واضح الديفينيشن
وشو علاقته بالفانكشن اوف ذا ايكوسيستم. ان احنا بنكون خلصنا الجزء الثاني البارت بي اوف شابتر 2. اوكي اوكي يعطيك العافيه. حدا عنده شي سؤال قبل ما نسكر؟ تفضل. بس بدي اسالك، ما هو اللي شرحنا هلا مثلا كيف بدنا نسال عنهم بالامتحان؟ كيف تنسال عنهم بالامتحان؟ عادي. شو كيف السؤال بيجي مالتيبل، ممكن يكون مالتيبل تشويس، ممكن يكون على هذه الداتا، ممكن مالتيبل تشويس على الداتا انا بعطيكم اياها، بس بيكون هذا بالنهاية هو definitions، هو terms definitions. أنا حاطين مع بعضهم لأنه definitions. دكتور. تفضل. هلا نحن فينا نحفظ بس اللي أنت عم تحكي ولا نحفظ كل شيء على الكتاب؟ لأنه مثلاً في أشياء أنت بتحكيها مش موجودة على الكتاب أو العكس. أنا عادة مش موجود بالكتاب، هن examples حكيناها المرة الماضية. أنا عادة الكتاب الinformation هي information. موجودة بالكتاب وعلى السلايد، بس بالكتاب ما في examples، ما في discussion للinformation. أنا بعمل لها discussion، بعمل presentation للexamples لحتى تفهموا أنتوا الفكرة أكتر. وعادة بالأسئلة بيجي examples، يعني بيجي أسئلة، مش ضروري example يكون أنا طارحه، ممكن يجي حيلا example. بس أنا لما أكون حافظ definition بيجي بقول مثلا هون نحن المنطقة مثلا نحن عايشين بالمدينة، انه المدينه شو هي؟ هذا ايكو تايب ولا ايكو توب ولا بيوشينوسيس؟ هذا ايكو توب، لانه عم يحكي عن البليس انه هاي المدينه. ايكو تايب شيء ثاني والبيوشينوسيس شيء ثالث. لذلك لما تفهموا انتم الداتا الديفينيشن مظبوط، تفهموه مظبوط، تحفظوه، بصير اي ابلكيشن عليه تعرفوا. واضح؟ اوكي. هذا عنده بعد شي سؤال؟ اوكي، يعطيكم العافية، موفقين. شوفكم جمعة الجاي ان شاء الله. جمعة الجاي حضوري عندكم مش هيك؟ ايه صح. بنشوفكم بالقاعة لك ان شاء الله. يلا يعطيكم الف عافية. موفقين. الله يعافيك.